بسم الله نبدأ. التأمل هو هدوء للنفس. ما عليكم سوى أخذ نفس عميق جدا وإخراج بشكل بطيء قدر ما استطعتم. يمكنكم الاستعانة بالعد، فعند أخذ النفس نعد من 1 إلى 5. 1 2 3 4 5. والآن يمكنكم إخراج النفس بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5. لنغمض أعيننا ونتخيل هذا المشهد الجميل. فنحن جالسون أمام البحر في وقت الغروب، ونشاهد السماء الصافية والشمس تحتضن السماء والبحر والرمال الدافئة وصوت العصافير والحمام وتغريدهم بمحبة. لنخرج كل ما في أفكارنا من سلبيات وهموم وتوتر، ونجعلها في بحر المحبة. نأخذ نفس عميق آخر ونعد من 1 إلى 3. 1 2 3. نخرج النفس بنفس الطريقة، 1 2 3. يمكنكم التحدث إلى البحر في خيالكم والدعاء بكل ما تتمنوا، فالسماء تستجيب والله يسمعكم. نستطيع الاستغفار أيضا أو الذكر بكلمات جميلة: الحمد لله والشكر لله. طاقة الامتنان ستمتلئ في كل أجزائنا وأعضائنا وقلوبنا، ونسعد بكل الطاقات الإيجابية واتزاننا، ونستقبل بمحبة كل ما هو خير في الكون. تستطيعون الآن أن تفتحوا أعينكم وتدركوا ما حولكم، وأيضا عليكم الاستمرار بالتنفس بشكل طبيعي. دمتم بمحبة وسلام.